إضافة جميلة لكاميرات الجوبرو لو عندك جوبرو تابع الفيديو معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. النهاردة مع مراجعة جديدة لمعدات التصوير. وانتم ملاحظين في الفترة الأخيرة بدأت أتجه شوية وركز على موضوع الصوت، لأن الصوت من الحاجات المهمة جدا لما بتيجي تسجل أي فيديو. الناس اللي عندها كاميرا جوبرو بتعاني كتير من مشكلة الصوت لو انت فلوجر بتصور فيديو بيها. طبعا هي كاميرا عملية بشكل غير طبيعي، تقدر تصور بيها تحت المية وحتى فوق المية، يعني تقدر تستخدمها في حاجات كتيرة جدا، يعني من الكاميرات الممتازة بشكل كبير، بس مشكلتها الصوت. في موقع اسمه بانجود بعت لي شوية منتجات علشان اجربها واقول فيها رأيي. المنتج بتاع النهارده ده بحوالي $8 على موقعهم، هو موقع صيني. القطعة دي بتركب في الجوبرو، هي عبارة عن مايك. هي بتركب في الجوبرو وفي نفس الوقت ممكن تركبها في الجاك بتاع التليفون. ان شاء الله هجرب كله واقول لكم بالظبط هي تستاهل او لا. طبعا هي بتركب في الجوبرو، بتركب في المكان ده بالوصله دي او بالكونفرتر ده، بتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تعالوا نجربها ونسمع يا ترى هي فرقت في الكواليتي بتاع الصوت او لا. وده دلوقتي الصوت من كاميرا الجوبرو. تعالوا نركب المايك ونشوف الصوت هيبقى ازاي. دلوقتي انا ركبت المايك على الجوبرو، هسيب ليكم التقييم، انتوا تقيموا فرق الصوت، وهسيب ليكم لينك للي يحب يشتري المايك موجود تحت في الديسكريبشن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب